اي عم الرئيس، بس لازم نسميها اسم ياباني. وش رايك نسميها ماروكو ولا ايش رايك نسميها هيكارو؟ هيكارو احسن. الزبرقه. اعوذ بالله، وش ذا الازعاج؟ خبيص، وش عندك في الشارع انت والشباب؟ ازعجتوا الحارة. هلا والله عم ابو حريص. ابد، ما شاء الله تبارك الله، الشباب هنا قاعدين ومزبرقين سياراتهم، الا انا ظلمت هالحديدة وما زبرقتها. سيارة طيحني هذا المن. دمك خفيف يا عمي ابو حريص، هذه سيارتي انا مهبطها. تعرف انت وش سويت؟ انت قصيت اليايات عشان تهبط السيارة، عارف خطورة الشيء ذا؟ الله يهديك يا عم ابو حريص، لا تشيل همي بالحلال. الشباب ما شاء الله تبارك الله محترفين ومدركين الوضع. وش محترفين ومدركين؟ تهبيط السيارة بالشكل ذا يعدم السيارة، خصوصا في المطبات والحفر، والسيارة المرفعة ذي المن يعني يطيحني يشنقني. انا مرفع يا عم ابو حريص، تعرف عشان المطبات وطرق الوعرة والامطار المفاجئة. يعني مع اني متأكد انه مو عشان الامطار والطرقات الوعرة، الموضوع استعراض مو اكثر. يعني مين ما يحب الفلة يا عم بحريص؟ المخاطرة ما هي فلة يا ولدي، ترفيع السيارة يخل بتوازنها. يعني يا حريف، سيارتك معرض انها تنقلب لا قدر الله لما تلف بسرعة. الله الله اكبر، هذا منه اللي مركب جنوط اكبر من سيارته. جنوط اكبر يعني رساله اكثر، ولا كيف يا عمي ابو حريص؟ ما حزرت يا ولدي، السيارات لها مقاسات جنوط محدده ومدروسه تتناسب مع وزنيه السياره ورساوتها، وتساعد بتوفير استهلاك البنزين. تكبير الجنط يسبب احتكاك الكفر بجسم السياره، خصوصا لما تلف الدركسون والدرع فوق المطب. الحمد لله أنا ما لعبت بالحديدة ومحافظ عليها مثل ما جت من بلدها. الله يهديكم، هذه مهي زبرقة، هذه قلة ولف. السيارات تتصنع في بلدها على أعلى المعايير وأفضل المقاييس. تيوتا حافظ عليها بصيانة بلدها. هلا بالعيال، ان شاء الله تكون الحلقة عجبتكم، وترى الحلقة الجاية بتكون لا تنسى يا ولدي تقول لهم على السبسكرايب. هي بقول لهم عم ابو حريص، عاد لا اوصيكم، ابي سبسكرايب لعيون عم ابو حريص.